موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلون آخر من ألوان الامتحان الذي يجري على الإنسان، وهو الذي يتبادر إلى الأذهان عند ذكر الابتلاء، أعني الابتلاء بالأقدار المؤلمة، بالبأساء والضراء، كما أكد الله عز وجل في كتابه فقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الخوف والجوع ونقص الحوائج الأصلية على خلاف ما تهواه النفس ويميل إليه الطبع من محبة الأمن والشبع والسعة، هذه الأمور الثلاثة التي عليها قوام الحياة وعليها تعتمد معايش الناس، وقد جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من أصبح آمناً في صربه، أي في نفسه وطريقه، من أصبح آمناً في صربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه الأمور الثلاثة لا تطيب الحياة إلا بها: أمن المكان، وصحة الأبدان، وتوفر الطعام. فإن أصيب الإنسان بشيء من ذلك فحرم منه، كان في بلاء وامتحان واختبار من ربه تبارك وتعالى. هذه الأقدار المؤلمة التي يجريها الله عز وجل في حياة الناس ليتميز الجازع المحترق من الصابر المحتسب، الذي يعلم أن الدنيا إنما هي دار تكليف وليست بدار جزاء، ممر لا مستقر، إنما هي محنة وفتنة وابتلاء، فاوت الله عز وجل بين أحوال أهلها لينظر كيف يعملون. وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض من بعدهم، لماذا؟ لينظر كيف تعملون، لينظر الله عز وجل إلى صبر الصابر وشكر الشاكر. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، لماذا؟ ليبلوكم فيما آتاكم. يمتحن العبد بما أعطي وبما حرم، لينظر إلى صبره وإلى شكره. ولا يصبر في مثل هذه المحنة إلا من يعلم أنه عبد مربوب مملوك لله عز وجل، يمتحنه بما يشاء ثم يلقيه أجره إذا رجع إليه كأحسن الجزاء. هذا الجزاء أوفره وأفضله وأحسنه أن يرضى الله عز وجل على عبده، فيثني عليه في الملأ الأعلى ويشمله برحمته، فيغفر له ذنبه ويكفر عنه سيئاته، ويعظم ويضاعف له أجره ويرفع له درجته. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم ذكر جزاءهم: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلاة ربك عليك أن يرضى عنك فيثني عليك في الملأ الأعلى. عبد فقير صغير حقير في هذه الزاوية الضعيفة القليلة الضيقة من زوايا الكون، يثني عليه رب العالمين في الملأ الأعلى. بماذا؟ بصبره على بلواه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل:
إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما بلوته قام من مضجعه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قام من مضجعه أي من مرضه، قام من مضجعه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال الله عز وجل للحفظة أي للملائكة الكرام الكاتبين، وقال الله عز وجل للحفظة: أنا قيدت عبدي وابتليته فأجروا عليه من أجره ما كان يعمل إذ كان صحيحا. فيجمع الله عز وجل له بين الفضيلتين، تغفر ذنوبه كلها ويجرى عليه عمله الذي كان يعمل إذ كان صحيحا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أرسل الله عز وجل له ملكين وقال: انظرا ماذا يقول لعواده، أي لزواره، فإن هو حمد الله عز وجل وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم. فقال الله عز وجل لعبدي علي إن أنا توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أغفر له ذنبه. يجمع الله عز وجل له بين الفضائل في العاجل والآجل بصبره وتقواه لله رب العالمين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد، وهذا من البلاء الشديد، إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته، أي الملائكة الذين يقبضون الأرواح، قال الله عز وجل لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول الله عز وجل: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، أي أثنى عليك خيرا وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله أكبر. هذه الساعات القلائل التي نحياها في هذه الحياة الدنيا إن ترتب على الصبر عند البلاء فيها رضوان الله عز وجل والخلود في جنته فماذا خسر العبد؟ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمع لهذا الحديث وتدبره ينفعك الله عز وجل به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليودن أهل العافية في الدنيا يوم القيامة أن لو قرضت جلودهم بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. إذا حقت الحقائق ورفع الغطاء عن هذه العين العمياء فرأت الأمور على حقيقتها. يود من كان في عافية في دنياه أنه ابتلي بلاء شديدا حتى لو قرض جلده بالمقاريض. لماذا؟ مما يرون من ثواب أهل البلاء. ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا يعطون من الجزاء على قدر صبرهم أو بلائهم، وإنما يعطون من الجزاء والثواب ما لا يأتي عليه الحصر، ما لا يحصيه العد. ولذلك قال الأوزاعي رحمه الله في تفسير هذه الآية: لا يوزن لهم ولا يكال، وإنما يغرف لهم غرفا. هذا الثواب الذي يناله الصابر يوم القيامة لا يوزن ولا يكال، وإنما يغرف له الثواب غرفا. وذلك يوافقه ما حكي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لكل عمل أجر يكال أو يوزن إلا أجر الصابرين يحسى حسيا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لتبلون
في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين كفروا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، من عزم الأمور، من رشد الرأي أن يصبر العبد على بلواه في دنياه نظرا لعقباه ينتظر الثواب من الله عز وجل، وأما الدنيا فطبعت على كدر لا تخلو من نصب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالعاقل هو من يعيش فيها وقلبه متعلق بآخرته، كيف يرضي الله عز وجل وينال ثوابه؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الخوف سواء أكان من عدو محارب، من ظالم باغ، من مجرم عات، من سلطان متسلط، من جار مؤذن، من صاحب فاسد، من قريب سيء، أيا كان ناحية الضرر، الصبر على أسباب الخوف من الصبر الذي يحبه الله ويثيب عليه بشيء من الخوف والجوع. لا يجد الإنسان ما يأكله، ما يسد به رمقه، ولهذا ألم عجيب ووهن شديد لا يذوق الإنسان معه طعم الراحة ولا يكاد يهنأ بنوم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، فقدانها، ضياعها، قلتها، عدم كفايتها، نقص في الأموال والأنفس بالمرض، بالشيب، بالعجز، بموت الأحبة، بفقدان الأنصار والأعوان ولا سيما عند الحاجة إليهم. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. جبايات الأرض إن قلت واحتاج الناس وعم القحط أو الجدب وعم الجوع فهذا من أشد البلاء. ناهيك عن الدمار الذي يحصل في أحوال الكوارث، أعاذنا الله وإياكم، بلاء شديد ليس للصابر عليه من جزاء إلا عند الله عز وجل يوم تحق الحقائق ويرى المرء الحال على حقيقته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. البلاء بالأقدار المؤمنة المؤلمة كما يكون عقوبة وانتقاما يكون كذلك كفارة للذنوب والسيئات، كما يكون رفعة للدرجات وزيادة في الحسنات، وهذا بحسب حال المرء. فإن جاءه البلاء على حين غفلة ومعصية فهو أقرب للبلاء أو تكفير السيئات، وإن جاءه على حين يقظة وقوة في العبادة فهو من باب زيادة الحسنات ورفع الدرجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لتكون له عند الله المنزلة لا يبلغها بعمله، فلا يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس ابتلاء فقال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب ذلك، ولا يزال البلاء بالمرء حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. أختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فانظر يا عبد الله أين أنت
من هذين النوعين، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الراضين عنه، القابلين لقضائه، الصابرين على بلائه. ونسأله عز وجل العفة والعفو والعافية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.